جزاك الله خير يا رب. نزل هذه هنشوف ان شاء الله في الشابتر هذا الاكسبشن هاندلنج في الفيرجن 7 مورتكس الكورتكس 4. يوم الحد الجاي ممكن يكون ما فيش محاضرات ولا شيء. انطلاقة حماس وقت ايش 15؟ قالوا هيعملوا ايش اكتيفيتي ولا حاجة مش معروف حتى لا. طيب ماشي بيطلع يوم 15 بيطلع يوم 14 ولا 15؟ 14 يوم سبت نشوف. ليش الشابتر ممسوح؟ في الكورتكس ام 4 في بس تو اوبريشن مودز كنا قلنا صح، اللي هما الهاندلر مود والثريد مود، وهذا اختلاف كبير بينه وبين الارم. مظبوط، الارم كان فيه بيطلع 7 مودز اوكي، وعلى اعتبار المودز بتعتمد على ايش البروسيسور كان ايش بيسوي، هل بيعمل هاندل للانترب لا بيعمل اكسبشن لكذا، في كان يمكن 7 مود مش هيك ولا في كذا مود اللي هو في الار اوكي، بينما في الكورتكس في فقط كم مود 2 مود. في الهاندلر مود هذا بيتعامل مع الاكسبشنز والانتربس، وفي الثريد مود تمام. وبالاضافه للمودز في عندهم البريفج ليفلز مش هيك ولا في كم بريفج ليفل في كنا قلنا في الكورتكس؟ في 2 مظبوط، في اللي بريفليجد وفي ايش؟ والان اللي هو بريفليجد. بالنسبه للابلكيشن يوزر العادي طبعا المفروض انه ممنوع يشتغل على الكريتيكال باس تبعت السيستم يقدر يغير فيها ويلعب فيها، بيكون شغال ان بريفليجد مش هيك ولا، لكن الكود تبع الاوتيك سيستم الكيرنل يعني والشغلات هذه بتكون شغاله بريفليجد عشان يكون له فول كنترول على الريسورسز اللي في الهاردوير مش شايفه لا اللي في السي بي يو يعمل اللي بده اياه. وبالتالي في تو بريفليج ليفلز اللي هو في الكورتكس يسموهم بريفليج ويوزر او بريفليج وان ايش وان بريفليج اوكي. وزي ما حنشوف فيجر او لما البروسيسور تعمل له ريسيت على طول بيخش بالثريد مود بريفليج تمام، لانه عنده في الثريد مود في 2 في ان بريفليجد ثريد وفي بريفليجد ثريد، يخش باي مود بالثريد مود بريفليجد اوكي. وهو في الريست بيكون في طبعا هلا الريست هذا زي ما حنشوف بيعمل كونفجريشن للسيستم انيشلايز يعني، وبعدين في اخر الريست هلا بيحولوا لايش؟ لنان بريفليجد ولا زال ايش؟ ثريد مود، بحيث لو في ابلكيشن هلقيت هشتري الثريد نون بريفليجد بالتالي مش هيقدر يلعب في الريسورسز تبعت السيستم مش هيك ولا، الحاجات الكريتيكال مش هيقدر يعملها اللي يغير اللي هو عليها. ولتغيير اللي هو الليفل تمام
البريفج او نوت بريفج، في الكنترول اللي هي بت زي ما هتشوفها الجيت، في الكنترول ريجستر في بت او بس مسؤول عن الكلام هذا. شفنا الكلام هذا في اول السمستر، كنا بشريه اعمال بنذكرك فيه. اوكي وخلينا نقول لو البروسيسور كان شغال، سواء شغال بغض النظر عن الموديل كان شغال فيه، لو اجى اكسبشن، لو صار اكسبشن على طول بينقل لمين؟ للهاندلر مود. او لو او حتى لو اجى انتربت برضه بينقل لمين؟ للهاندلر مود. والهاندلر مود دائما يكون ايش؟ بريفليج، ما فيش منه ان بريفليج. تمام؟ فبيقدر يشتغل على كل اي شيء في اللي هو في الـ في الـ في الـ في, الـ في السيستم. اوكي نشوف الفيجر التالي. في الاول شوف الكورتكس ام 4 اوبريشن مودز، هاي على الريست. على الريست بيكون في اي مود؟ في الثريد مود، لكن بريفج بشكل اللي بيقدر يعمل انشالايز زي ما بده للسيستم. اوكي لكن وهو في الثريد مود، تمام، وهو في الثريد مود اللي بريفليج هذا في اخر الانشالايز، تمام، بيقدر ينقل للان بريفليج، تمام، ولا زال ايش؟ ثريد مود، لانه في الكنترول بت، في الكنترول ريجستر في بت بيغيره، تمام، بالتالي بتحول من بريفليج الى ايش؟ بالتالي هو هنا اي كود بيشتغل اليوزر الان بريفليج، تمام، هو هنا او هنا ممكن يجي له اكسبشن على فكره، تمام. يعني لو هو في الثريد مود جاله اكسبشن بينقل لمين؟ على طول اي مود؟ للهاندلر المود، هذا على اي اكسبشن، تمام. وطبعا واضح بيكون في اي ليفل بريفليج لانه هاندلر. او حتى وهو هنا لو شغال هنا ممكن يجي له كمان ايش؟ اكسبشن، اوتوماتيك بينتقل لمين؟ للهاندلر المود بريفليج. طبعا سواء اجى لهنا من هنا او من هذه او من هذه، في الاخر لما يعمل اكزيت من الاكسبشن بيطرح مطرح مكان. لو كان جاي من هنا بيرجع لايش؟ لهنا. لو كان جاي من هنا بيرجع ايش؟ لهنا. واضح؟ فبري سمبل ستيت دايجرام، لانتقال السيستم من مود الى مود ومن ليفل الى ايش؟ الى ليفل. طبعا وانت في المود هذا، في المود هذا يو كانت تشينج، وانت في الليفل في الان بريفليج يو كانت تشينج البريفج اللي بريفج ليفل وانت اليوزر، تمام. او لو غيروا مصيبه صح ولا خلص هيلعب صار السيستم كله تحت ايده، مظبوط ولا اوكي ماشي تمام. هاي اللي هو الكونتر ريجستر، تلاحظ في هنا في اللي هو البيت نمبر ثريد مود بريفج ليفل اختصار الها ثريد مود بريفج ليفل. ثريد مود بريفج ليفل، اذا البت هذا از واحد معناته ان بريفج، واذا زيرو تساوي بريفج. اوكي طب لو انا بالبريفج هنا بقدر اغيره لواحد؟ بقدر، لكن لو ان ما بقدرش. تمام اوكي ماشي. لو اجى اكسبشن وخلص الاكسبشن ورجع من الاكسبشن بيرجع البروسيسور للحاله اللي كان فيها زي ما شفنا في الدايجرام اللي قبل. يعني لو كان هو جاي من ثريد بريفليج بيرجع لثريد ايش؟ بريفليج. لو كان جاي من ثريد ان بريفليج بيرجع لمين؟ طب في هنا هو شغله مش عاملها على فكره. طب هو لو شغال بالهدر مود هنا ممكن يجيله كان اكسبشن، تمام، وين حيروح؟ هيضل في مكان، هيضل هنا مش عامل السايمن، هيضل ايش؟ هنا. طب لما يرجع من الاكسبشن بيرجع، ايوه بس بيضل ايش في المود هذا في بريفليج، تمام اوكي. يعني دائما بيرجع لايش؟ للي قبله، قال ما يجي ايش الاكسبشن في الريتيرن فروم ايش اللي هو اكسبشن. اوكي وبالتالي ما فيش اليوزر ما يقدرش يغير بالبت هذا اللي وريتكم اياه الجيت مش هيك ولا؟ اذا شغال باليوزر مود، يوزر يعني ايش؟ ثريد ان ايش؟ ان بريفليج. اوكي ماشي الحال. طلع الاكزامبل التالي، اكزامبل ايش التالي؟
اوكي طبعا على الكورتكس 4، لانه احنا الشابتر 14 مش هنشرحه لانه هذا ادفانس واسهل كمان، تمام؟ اسهل من الـ من الار 7. اوكي اوكي هنشوف هالجيت روتين. اوكي بينقل البروسيسور، بيحول من البريفليج هاندلر، سوري، بيوديه على بريفليج هاندلر، تمام، من البريفليج ثيرد مود، ولا البريفليج ثيرد مود ما تبقى اخش له بالريست، بالايش؟ اللي هو بالريست. اوكي كان مر علينا حكايه اللي هو ديفيجن باي زيرو، تمام، هذا بدي لك اكسبشن، تمام. طب هل بروح للهذا ولا بروح ايش؟ يكمل؟ لا طبعا ايش ديبند؟ انه لو كان هو في الفلوتنج، في مره كان ما بيكمل وفي مره بيكمل، بس انا ناسي. خلي بالك بالفلوتنج بوينت، الفلوتنج بوينت بيعمل فلاج وبيكمل، بيكمل، لكن لو بانتجر ديفيجن عاديه بدي اكسبشن، بدي اكسبشن. فلقيت اي نعم، فهلقيت بتكلم على انتجر ايش؟ ديفيجن، عشان يعمل لي اكسبشن ودي على مين؟ اكس على اكسبشن هذا، تمام؟ اوكي ماشي، لما لقيت هنعمل انتجر اللي هو ديفيجن باي زيرو. اوكي فبيقول لك لو انت عندك الكيت اللي هذه والبروسيسور اللي هذا وعملت سنجل ستيبنج، احاول او لو مش لو حتى مش قلت لو على السيموليشن، تمام، هتلاقي بعد الريست البروسيسور بيبدا يعمل الويش اللي ينفذ الاستراكشر تبعت مين؟ تبع الريست هاندلر، الريست اللي هن هاندلر. اوكي طيب ماشي، خلينا نشوف الكود، نشوف الكود اسرع. اللي قلنا ستاك ايكوالز ذيس نمبر، زي ما تقول هو ناوي يعمل ستاك، تمام، وناوي السايز تبعه يكون قد ايش؟ السايز تبعها 100، كويس، تمام. وبعدين اللي هي ديف باي زد ايكوالز 14، هنشوف ايش بدي تواليه كمان شوي، تمام. وبعدين اللي هي سينك اللي ايش اللي هي كنترول، هذا الكنترول ايكوال 24، هنشوف ايش بديته دي 14، وهذا دي ايش؟ دي 24. اليوسج فولت دي 2 اي، وبعدين اللي هي نستد فيكتور انتربت كنترولر بيز ايكوالز ذيس نمبر. اوكي البوينت انه هلقيت الاكسبشنز والانتربت في لها كنترولر اسمه نستد فيكتور انتربت كنترولر، هنفصل فيه في الامبيدد ان شاء الله، تمام، فيها كنترولر وفي مجموعه ريسورس عشان نعمل له بروجرامينج ونشلايز ونقرا ايش اللي صار، تمام. الريسورس هذا والبيز تبعها كم؟ هذا البيز تبعها، هذا البيز ايش اللي هي تبعها، وفي من البيز هذا في كم ريسورس هنقراه، هذا الاوفسيتس عن البيز اللي هو تبعها. شوف واضح، هذا عباره عن كنترول تبع الاكسبشن اند ايش الانتربتس، في ريسورس الكنترول، تمام. بدايه عناوينهم البيز تبعهم هو هذا، كل واحد بيبعد عن هذا بمقدار ايش معين، مش كلهم بيلزمون هلقيت الشغل اللي هنا، هذول ايش الاوبشنز ايش اللي بتلزم، تمام. مين الى الكود؟ قال لك اريا ستاك نوت انشلايز ريد رايت الاين 8، ايش مالهم؟ اوبشنز ار كونستنتس، تمام، اوبشنز يعني هلقيت اللي الريسر هذا، هلقيت كمان شوي لما نقرا الكود اكثر حنبين اكثر، تمام، استنى شوي، بديهم داتا شيت هذول يعني مش كونستنس ايكون، داتا شيت، داتا شيت طبعا، اوكي داتا شيت تبع مين؟ تبع الكورتكس 4 هتلاقيهم. اوكي هنشوف تفصيل في الامبيد ان شاء الله، لكن الاوفسيت هذا عباره في، لانه هذا قلت لك في كذا ريجستر، كل ريجستر له عنوان، تمام، هذا البيز تبعهم، تمام، بدايه العناوين، وكل واحد منهم يبعد مسافه معينه، يعني واحد بيبدا مقدار عن هذا بارقام دي 14 زائد هذا، والثاني دي كذا زائد هذا، هذا الاوبشن، تمام. اريا ستاك نت انشلايز نو انشلايز ريد رايت، لانه ستاك الاين 3، الاين بيساوي 3، يعني قلنا المره اللي فاتت الستاكس بتكون الاين على باوندري بيقسم على كام؟ 8،
يعني 2 اس كام؟ 2 اس 3 تمام، 2 ايش؟ اس 3. فستاك ميمور قال لك سبيس بده مساحه فراغ، يعني ما قلنا بقول اعمل لي الفراغ قديش السايز تبعه؟ ستاك، وستاك هنا بكام؟ 100 تمام؟ وستاك هنا بكام؟ اللي هو ب 100. وبعدين اللي هي بريزيرف 8 هذا عباره عن اللي هو دايركتيف قصد الكود اللي بعد كده خليه دائما على ايش؟ على 8 بت باوندر. ايوه على 8 بايت، 8 بايت ايش؟ باوندر مش بت، 8 بايت ايش؟ باوندر. بعدين اريا ريسيت كود هلقيت حيبدا بالكود، حيبدا ايش؟ اللي هي بالكود تمام. طبعا صار الثمب لانه هنا الكوتكس بكون شغال اصلا ثمب مش هيك ولا اوكي ماشي. وبعدين هلقيت معرف شويه اللي هو شغلات، هدول الحاجات اللي معرفهم زي ما حنشوف بعد كده عباره عن الفيكتور تيبل تبعت الكورتكس 4 تبعت مين؟ الكورتكس 4. والفيكتور تيبل تبعت الكورتكس، الكورتكس 4 تبدا بادرس كام؟ زيرو. اول بالك الفيكتور تيبل تبدا من ادرس كام؟ زيرو. لكن في الوورد الادرس بيحط فيها مين؟ اللي قيمه المين ستاك بوينتر، قيمه مين؟ الستاك بوينتر. والاربعه بيحط فيها قيمه اللي هي الادرس تبع مين؟ الست هاندلر. وكل انتربت وشكل له، وبعدين اللي بعده تبعت ماسك انتربت، اللي بعده تبعت الفولت، واللي بعده شغلات ثانيه تمام واضح. اول ات زيرو بيحط مين؟ قيمة الستاك. وطبعا الكود فيه كم ستاك بوينتر؟ فيه اثنين، في المين ستاك بوينتر وهي بروس ستاك بوينتر. لو بحط قيمة مين؟ المين ستاك بوينتر عشان يستخدموا الريست هاندلر اذا بده تمام، والاوتك سيستم اذا في اوتك سيستم تمام، لانه في الكيرنل بيستخدم ايش؟ المين. بيستخدم مين؟ اللي هو المين. ولو انت فيش عندك اللي هو بيقول في الكود تبعك كان بسيط وما فيش او اس وما فيش ابلكيشن، بتشتغل على المين وتريح حالك، بتشتغلش على مين؟ لانه في الكورتكس في تو ستاك بوينترز وكل واثنين كلاهم اسماء ايش؟ اللي هو اسمهم ار 13 لو طيب ايش عارفه حيشتغل على اي ستاك. في الكنترول هنا تلاحظ في بت هنا اللي هو الاكتف ستاك بوينتر، لو البت هذا بزيرو معناته بيكون اي بوينتر؟ المين. لو واحد معناته مين؟ اللي هو البروسيس ستاك بوينتر تمام؟ اوكي ماشي. قالت نيجي يبقى قالت عرفت هنا بنحط مين؟ طبعا دونت وري بيعمل لك انشلايز للوورد هذا مين، واحنا انشلايز هنا بايدينا بالاسمبلي، لكن لو انت مش عاملها للكومبايلر هو بيعمل لك انشلايز تمام. قالت قديش حط الوورد هذه اللي هي ستاك ميموري؟ وين ستاك ميموري؟ ستاك ميموري اياتها بدايتها تمام، زائد ايش؟ الستاك زائد السايز 100. واضح انه الستاك حيشتي الايش؟ اللي هي ديسندنج مظبوط، هيحط في المين ستاك بوينتر اللي هي الستاك ميموري تمام، الستاك ميموري كويس. وبعدين اللي هو ويضيف السايز كويس، ويضيف ايش؟ السايز اللي هي الستاك اوكي. طيب وبعدين هنا حيحط اللي هو ايش؟ الدي سي دي قال لك الريست هاندلر، حيحط في الورد اللي بعدها عنوان ريست هاندلر وير از ريست، هذا هو هاي ريست ايش؟ اللي هو هاندلر. هنا يحط مين؟ عنوان ريست ايش؟ اللي هو هاندلر اوكي. وبعدين عنوان النان ماسك انتربت اذا في شيء، واي شيء ايش؟ نفس الطريقه تمام. اذا انت عامل التنين بدك تستخدمهم يو تو بوت الادرس تبع كل هاندلر هنا تمام اوكي. بعدين قايل هنا اكسبورت ريست هاندلر تمام، على اعتبار الريست هاندلر بقيت معرف اللي هنا قال اكسبورت يعني يصدر، يعني لو في فايل ثاني بده يستخدم الريست هاندلر سم هاو يو اكسبورت ات، هذا واش دوت نيد ايش تو اكسبورت. هذا لو فايل ثاني خارجي بده يرجع للريست هاندلر يو هاف تو اكسبورت الريست ايش، لو بيجي على السيمبلز المعرف هنا فيه واخد بالك بتقول اكسبورت تمام ماشي. نيجي نشوف الريست هاندلر، انت الريست هاندلر، الريست هاندلر
الريسيت هاندلر ايش حيسوي في الاول؟ طبعا يو هاف تو انيبل الديفايد باي زيرو تراب اكسبشن، يعني اذا انت مش عامل انيبل مش هيعمل لك اكسبشن، تمام ولا اوكي؟ لكن لو انت مش عامل ديفايد باي زيرو تراب، مش عامل انيبل وقسمت على زيرو بدي لك اكسبشن، بس مش ديفايد باي زيرو بدي لك فولت اكسبشن، بقول لك في هاردوير فولت انت عمال اداني، يعني انت بتكسب على زيرو تمام وهذا غلط، بس انت مش عامل انيبل لمين؟ للديفايد باي زيرو اكسبشن زي ما هنشوف كمان شوي اوكي. ولا البيز تبع النستد فيكتور انتربتور قديش اليس تبعه عرفنا فوق اللي هو اليس صح ولا لا؟ والاوفست انا بدي ريجستر اللي بيبعد عن العنوان هذا بمقدار كم؟ دي 14 اللي هي 14 اللي هي شريو اليس الاولانيه، يعني انا بدي هلقيت كنترول ريجستر تمام. الكنترول ريجستر موجوده في الان بي اي سي قديش عنوانه؟ بيبعد عن البيز بمقدار ايش؟ اللي ايش؟ اللي هي ديف باي جد اللي هي دي اللي هي دي اللي هي دي 14 تمام. الديفايد باي زيرو تمام كنترول تبع انيبل تبعه موجود في ريجستر في له بيت معين موجود في ريجستر. الريجستر هذا قديش عنوانه؟ عنوانه البيز زائد ايش القيمه هذه. في الاول حجيب الريجستر هذا عشان البيت المسؤول اعمل له انيبل كويس. هذا اللي هنعمله بالضبط. هيات وين اشوف هنا في الاول حط البيز وين؟ في الارسل، وحط اللي هو الدي 14 وين؟ هو هذا اسمه طبعا حطه في ار 7. بعدين هلقيت هيعمل اندكس هيت ار 6 زائد ار 7 اللي هو هيجيبه وين؟ حطه وين؟ في الار 1. بعدين هيعمل اورنج لبيت رقم 4. هذا البيت اذا عملته اورنج هو المسؤول على انه انيبل للاكسبشن بتاعت ديفايد باي زيرو، بحيث انت لو قسمت على زيرو هيعمل لك ايش؟ اكسبشن، هيعمل لك ايش؟ اكسبشن تمام يا ابو ورده. هذا هي هيعمل لك ايش اللي هو اكسبشن اوكي. بس ما تنساش في الاخر بعد ما عدل الاصلاح عدل البيت هذا لحاله الباقيين سبناه لانه هو نوت انترستد بالباقيين. بعدين عمل ستور الار واحد ايه وين؟ في العنوان اللي هو هذا نفس العنوان تمام. هذا كله انعمل في اي هاندلر. هذا الكلام كله بنقوله انيشياليز طبعا بكون هو الروتين اكبر منه كثير بيعمل انشلايز شغلات كثير تمام ولا كلها تعملها وين في الاول؟ وين؟ في الريست هاندلر على اساس اول ما السيستم يعمل ستارت اب يعمل انشلايز المطلوب. وهذا مجرد مثال عليها ما هو لا اوكي ماشي بس لسه بيكفيش. زي ما تقول في حاجه اسمها فولت اكسبشن يوسج فولت، يعني زي ما تقول اللي هي خطا في الاستخدام ويقع تحتها ديفايد باي زيرو وشغلات ثانيه. وهذا زي ما تقول يوسج فولت must be enabled قبل الأفرع تمام ولا لا؟ وبالتالي لو انت عامل enable لو انت مش عامل enable لل usage fault واخد بالك ساعتها حتى لو قسم على زيرو مش هيدي لك exception تمام. يعني تأكد منها كمان شوي بالك لا يمكن يدي لك اكسبشن بس يوسج فولت حيكون يو نو ايش يوسج فولت مش هيدي لك ديفايد باي ايش بس نتخذها بحنشوف نسيتها مش مشكله اوكي. لكن اتليست اللي هي التوب اللي اعلى منه يوسج فولت وتحتيه مين؟ ديفايد باي زيرو يو هاف تو انيبل يوسج ايش؟ اليوسج اللي هو فولت كويس. كيف تو انيبل ات؟ لقيت في الريجستر هذا اليوسج فولت المسؤول عنه اللي هو الريجستر هذا تمام اللي هو قديش الاوفست تبعه القيمه تبعته اللي هي دي كم؟ 24. بيبعد عن هذا بدي ايش؟ 24. وي هاف تو لود دي فعلا اي حط الدي 24 في الار 7 بعد عن البيز البيز اللي هو هذا اللي زال زي ما هو الار 6 جمع عليه الار 7 وحط الفاليو في مين؟ في ار 1 تمام. لقيت البت المسؤول عن اللي هو تو انيبل يوز فولت اللي هو البت لما اللي هو الرقم شوف قديش بيطلع عندك لما تفرز الاربعه دي لك 001 مش هيك ولا اوكي. هو البت اللي بيكون البت تبعه واحد هنا عمل اورنج مع الار 1 تمام عشان ما يغيرش الباقيين وبعدين كتب الفاليو ثاني وين في المكان اللي هو هذا تمام. يبقى هل جاهز انه لو قسم على زيرو يعمل ايش؟ اكسبشن. جاهز انه ايش؟ يعمل اكسبشن
اوكي، فلقيت عمال هو بيعمل اكسبشن بنفس الهاندلر، لكن طبيعي خلص هو لقيت شيراز المفروض انه يطلع من الهاندلر وينقل المود مثلا غير ولا ثيرد مود وشغل ابلكيشن ثاني، تمام، شغل برنامج ثاني، تمام، لكن مش مشكله. لكن ان كتب الكود نفس مين؟ نفس الهاندلر. يعني طبيعي ان الكود هذا ما يكونش في الكود تبع الهاندلر، بيكون الكود في بروسيس ثاني، تمام، في بروسيس ايش؟ يعني برنامج ثاني. والثاني بلقيت بحاول يعمل شغل من ضمن هالقسمه على شغلات وممكن يكسب على زيرو، تمام، ولكن سواء الكود هذا الجزء الصغير هلقيت هذا كان هنا او في المكان الثاني لما يكسب على زيرو حيدي لك ايش؟ اكسبشن. كيف؟ بتحول ايه؟ طبعا بتحول لبريفليج وبصير بالهاندلر مود، بصير ايش؟ بالهاندلر مود. طيب موف 0 تو وير تو ار 0 وموف الرقم هذا الار 1 وهذا الاثنين وهذا لمين؟ للار 3. في الاول هذه انسان ديفيجن، لاحظ ديفيجن هاد فلوتنج بوينت ولا انتجر؟ انتجر مش اف وكذا، مظبوط، مش فلوتنج واصلا ما عملش اكتيفيت اصلا احنا فلوتنج بوينت. اي نعم، وبرضه من ضمن الشغلات اللي ممكن تعملها الاكتيفيشن في الريست هاندلر اللي تو اكتيفيت الفلوتنج بوينت ايش يونت، اي شيء بنعمل ايش في الفلوتنج في الريست هاندلر مينلي، تمام. اللي حيقسم الار 2 هاي الار 2 على كم ار 1 هذا مش حيدي ديفيجن، مش حيدي اكسبشن، هذا ووك ساين. لو عملت سنجل ستيبنج على الكيل بقول تراي ات هوم على فكره الكود هذا نفسه، اوكي. لو عملت سنجل اللي هو الستيبنج لما تكسب الار 2، الار 2 اثنينات وهذا واحد، يعني المقسوم عليه مش بزيرو وانت نوت اكسب، مش هيعمل اكسبشن، شايفه ولا كويس؟ لكن هلقيت لو قسمنا الار 3، الثلاثات هذه على ايش؟ على الار 0، ليش الار 0؟ هيعمل لك اكسبشن، هيعمل لك ايش؟ اكسبشن، تمام؟ اوكي، هيعمل لك اكسبشن، كويس؟ هلقيت لما يعمل لك اكسبشن، كويس؟ لما يعمل لك اللي هو الاكسبشن، اوكي؟ لما يعمل لك اكسبشن وين حيروح؟ هلقيت في التيبل اللي هنا ديفايد باي زيرو مش حاطه، خلينا نشوف وين رقم ديفايد باي زيرو في التيبل اللي فاتت، خلينا نشوفه ديفايد باي زيرو الاكسبشن مش مشكله اللي هو يوسج ايش؟ ال يوسج فولت ات ادرس كام؟ اللي هو 18، مظبوط؟ ات ادرس اللي هو 18، اليوسج ايش؟ اللي هي فولت ات ادرس اللي هو 18، تمام 18. ومن انواع اليوسج فولت ديفايد باي ايش؟ باي زيرو. طب تعال نشوف 18 ايش موجود فيه في الفيكتور تيبل. لقيت قلنا هنا متابع يا صفدي لك كم من محاضره بتحضرش؟ اوكي ايش اخذت شتيت شكلك، اوكي ماشي. طيب خليك ركز، هلقيت احنا قسمنا على كم؟ على زيرو، يبقى دي لك ديفايد باي ايش؟ زيرو اكسبشن، وتحديد فولت ايش؟ يوسج فولت اكسبشن، ولا قديش الفيكتور تبعها عنوانه؟ 18. تعال طلع على الفيكتور تيبل هنا 18، هذا زيرو، هذا أربعة، هذا ثمانية، هذا سي، مظبوط، هذا واحد زيرو، هذا واحد أربعة، هذا واحد ثمانية، تمام؟ يعني حيروح لمين؟ لانترابت ديفولت، وش اسمه؟ مسميه انترابت ديفولت هاندلر، موجود، معرفه هي، حيروح لهنا، انترابت ديفولت ايش؟ هاندلر، حتى هنا معرف بالمرة كمان الهاندلر تبعت إن الماسكبل، بس الماسكبل مش حاطط أي كود، فقط ايش؟ برانش خليك مكانك، وهنا خليك مكانك. احنا بيهمنا مين؟ لكن طبيعي لان انا ماسك انترابت احط سم هذا الكود كبير وهنا سم كود شيك ولا، خلينا نشوف هذا كيف يشتغل. لو الباقيين اذا فهمت انت واحد دي ورك سيميلي بيسموا بعض طريقه العمل. طلع انترابت هذا حلقيت لما يجي حلقيت هنا اول شيء اليوسج فولت اليوسج فولت طلع هنا على اليوسج فولت في ريستر اسمه اليوسج فولت، قديش عنوانه؟
دي 2 اي بيبعد عن هذا. هذا اللي بدك تحسب لو تعرف ايش نوع الفولت. تعرفنا في غلط في اليوسج، لكن لسه ما عرفناش ديفايد باي ايش، لان في انواع كل بيت بيعرفك على ايش، تمام ولا؟ اوكي. فلقيت وي ونت تو لود ذس ريجستر اللي في العنوان هذا عشان نعرف ايش الفولت، على اساس هتبدا تعالج مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. يبقى حمل اليوسج فولت في العنوان اللي هي دي الوريت فيها دي 2 اي في الار 7، بعدين جمعه على الار 6 وحمل بالار 1، وقال لي شوف لي البت الفلاني هذا تست اف ايكوال. تست ايش؟ اف ايكوال. اوكي. بعدين اف ذن اف نوت ايكوال، اف نوت ايكوال مش هيعمل الكلام هذا، صح ولا لا؟ هذا هيعمل. ايوه اف نوت ايكوال، اف نوت ايكوال، اي نعم، اف نوت ايش؟ ايكوال. هيحط في ال ار 9 اي قيمه من عنده كده، اي قيمه، عشان لما تعمل سنجل ستيبنج تتاكد ايش انه وصل للبوينت هذا. بحيث لو شفت في الميمور ويندو لو شفت ريسورس هتلاقي ري ار 9 صار كده بالقيمه هذه، معناته وصل للبوينت هذه وعملها، ما هو لا. اوكي واضح. وبعدين هنا عمل برانش تو دان، حيضل مكان بس طبيعي انه هنا في ما بيضلش في الاكسبشن هذا، المفروض يعمل ريتيرن. وهنشوف كيف نعمل ريتيرن من الاكسبشن، نشوف كيف نعمل ريتيرن ايش من الاكسبشن. يعني الكود هذا لسه مش مظبطه 100%، اذا راح سيصير مش حيضل مكانه، المفروض يرجع شكوى، لانه كيف يرجع قصه من الاكسبشن. لكن اتليست لو جيت عملت سنجل ستيبنج هتلاقيه انه ايش، انه وصل لايش، للبوينت، انه هذا بدليل انه الار 9 حيصير بكام القيمه هذه. طبعا انا فاليو حطها من عنده اني ثينج، تمام. اوكي واضح ايش الكود هذا كيف بيشتغل. طيب ماشي. طبعا وهو انت بتعمل سنجل ستيبنج لما توصل لهنا هتلاقيه شغال باي مود؟ لا الليفل اللي هي الليفل باي مود؟ بالهاندلر. بالهاندلر. لكن في الاول لما يكون شغال هنا في الريسيت هيكون باي مود؟ بالثريد. والليفل بريفليج لانه جاي من ريسيت، طالع من ريسيت. اوكي. لكن لما يكون شغال هنا هتلاقيه شغال باي مود؟ بالهاندلر. طبعا بريفليج، طبعا ايش بريفليج، هتلاقيه بالويندوز. يعني لما تيجي تطلع على ريسورس هتلاقيه ايش، تعرف انه شغال في اي مود، تمام. تمام. اوكي. لو اتبعت الفيجر هذا ات هوم، معرفش واضحه الاشكال، قلت اي نعم، هتلاقي اعمل الكود على يعني شغله على الكيل انت نفسك، واعمل عشان يعني. اوكي تمام. اوكي نشوف الاكزامبل الثاني هنا. عشان تعمل سويتش تغير البريفج ليبل طبعا عن طريق الكنترول سيستم، شوف انه يعني في 1 بت بيغير لك اللي هو الليفل اللي هو البت هذا. تمام، بيغير لك الايش؟ اللي هو الليفل، تمام؟ واحد اند بريفليج وزيرو ايش؟ بريفليج، تمام؟ تمام. بدنا لقيت نغيره طبعا، بس عشان اغيره لازم اكون باي ليفل؟ بالبريفليج، سو ثريد او ايش؟ او هاندلر، لازم اكون ايش؟ اللي هو بريفليج عشان اقدر ايش؟ اللي هو اغيره. تمام، هنشوف الكود هالجيت. طلع الكود.
شوف هلقيت هنغير بس مين انتربت ايش اللي هو الهاندلر لود اليوسج فولت في الار 7 تمام وهين قرأ اليوسج فولت حطه في الار 1 وتست ايكوال تمام اف ذا اف نوت ايكوال اوكي اللي يرد اشي اللي هو لود الهاف وور ليش ما قراش ال لانه ارجع لتعريف اليوسج فولت ممكن تلاقي بس مستخدم 16 بت منه والباقي ممكن يكون undefined تمام ممكن يكون هيك او يكون او ممكن يكون سبب ثاني البت اللي بده اياه موجود في اول 16 بالك هتلاقيها هيك بس في الغالب هتلاقيه انه الريجستر اللي بدنا اياه اليوسج فولت ريجستر هذا هتلاقيه 16 بت اوكي فهنا لود ايش لود هاف لود ايش هاف تعرف باللود هاف بيعمل لود للهاف والباقي بيصفر الباقي بيصفرهم تمام ماشي او صفحه تمام وين تيست اف ايكوال تمام بعدين اف نوت ايكوال اوكي وصلنا للاكسبشن تمام هلقيت ايش بده يسوي حابب يعمل بدي اوريك انه كيف ممكن يغير الكنترول كيف ممكن يغير البريفج ليفل هاي حمل الكنترول هلقيت ما ننقل الكنترول كيف بنحمل الكنترول هلقيت عن طريق اللي هي موف فروم سيستم الى ايش الى ريجستر عادي مظبوط هيحمل الكنترول في وين في الار اللي هو 8 وعمل اورج لمين لواحد معناته صار ايش لا صار قال هو كان صار ايش هو لقيت هو في الاندر بريفليج يعني بزيرو لقيت صار بكام ان ار بريفليج صار ايش اللي هو بواحد وانا كاتبه ثاني بالانستراكشن عكس هذا اللي ام اس ار بدل ام ار اس تمام اوكي بكتب ريجستر لا ايش كتب ايش الار 8 في الكنترول تمام كويس ولا لا وبعدين قال هلقيت بي اكس الار بي اكس يعني ريتيرن هذا بي يعني برانش ريتيرن واعتبر ريتيرن ادرس موجود وين في اللينك ريجستر هيك لما تعمل اكسبشن بحط لك في الار سم فاليو حنشوفها بدها تفصيل تمام بتضلها في الار الار عشان لما ترجع تستخدم مين البي اكس او لود او بوب يعني المشهور بيستخدم مين اللي هو البي اكس الار تلاقي كمان فاليو غريبه زي ما تشوفها اوريك اياها لما نفصل فيها هذا حيراجع لمين اللي هو اصلا قبل ما يصير انتربت وين قبل ما يصير اكسبشن وين كان كان في اللي هو وين لا مش في الهاند مش في الهاندلر كان في كان في الريسيت هاندلر كان في الريسيت ايش هرجع لمين للكود تبع الريسيت اللي هو هاندلر هرجع للكود تبع مين الريسيت تبع اللي هو الهاندلر تمام بس لما يراجعوا هالجيت الكود تبع الريسيت اللي هو هاندلر هيرجع المود تبعه تمام اللي هو ثريد والستيت هترجع ايش اللي هو بريفليج طيب لما يرجع هالجيت هيرجع الفوق او كاونت هيرجع لاي انستراكشن الانستراكشن تبع الدف اللي حصل عنده القسم 0 ولا اللي بعده سؤال مهم ليش هرجع لنفسه وهذا اللي حيصير هرجع لنفسه ليش هرجع لنفسه مش هرجع للي بعده احنا متعودين انه الريتيرن بيكون ايش اللي بعده هنا ليش هيرجع لنفسه لانه الدف اصلا ما تنفذش لحتى الان في غلط بالك اللي بيصير عمليا هذا ايش بيسوي بالهاندل انه ما بيرجعش اصلا الكود اللي عمل فيه ديف تمام في الغالب بتعمل اكسس للبروسيس الاسم بيعمل اكسس للبروسيس تمام لانه لما تكسب عن زيرو فيش قيمه ممكن تتعوض عن انك تكسب عن زيرو ايش هيحط تكسب عن زيرو فبيقول لك انت يو ار ديفايدنج يو ار ديفايد باي زيرو اكسبشن او كذا وبيعمل اكسس للبروسيس وبيطلع هذا اللي بيصير بالعاده لكن اور كود ديس كود بالتحديد يرجع لوين شو العالم بيع نفس الانستراكشن اللي كان بيكسبه ولو عملت كم ران كمان مره حيعمل كمان اكسبشن هيجي كمان مره للهاندلر تمام فالطبيعي انه ما ترجعوش لو انت كيف ممكن تعالجه الطبيعي انه بيعمل اكزيت لا
لكن انت لو بدك تعرف بطريقه اخرى تعمل انكريمنت مثلا للبي سي وتخليه ينط ويعمل له سكيب اوكي، او تحط له سام فاليو في هذا ولو نقولها مش منطقيه اوكي. لكن نورمالي ايش بنعمل اكزت لمين؟ للبروسيس اللي عمل بيطلع جيرو اكزت تيرمينيت. تمام اوكي ماشي. طيب تمام الفيكتور تيبل ابقوا رن الكودز هذه اتوم على فكره، لانه كودز حرجه زي ما تقول بدها تعملها رننج وتعمل سنجل ستيب 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 وتتبع الموز والبلوج ليفلز والشغلات هذه والبالج ريسورس وتتبعها وامشي معها ستيب باي ستيب اوكي. بدنا نشوف لقيت الفيكتور تيبل تبعت اللي هو الكورتكس فور ولو انه شفناها. تمام الفيكتور تيبل اللي تلاحظ في الارم كانت برانش ادريسيز فاكرين، لكن هنا ادريسيز بشكل مباشر اسرع في الكورتكس فور مش انستراكشنز مش هيك اللي هو شفناها قبل شوي مظبوط. يعني في قلنا زيرو للمين ستاك بوينتر، الاربعه للريست، الثمانيه الادرس تبع كذا اند سو اون اوكي. بقول لك لما يصير اكسبشن ايش بيسوي البروسيسور؟ بيعمل بوشنج الهاردوير نفسه something في الستاك هنشوفه هالقد. تمام بعدين بروح للفيكتور تيبل بشوف ايش نوع الاكسبشن، وراح على بروح على الفيكتور تيبل على الفيكتور تبع بالتحديد وبيقرا ادرس هذا هناك بحمله بالبي سي ومن هناك بيبدا ايش ينفذ، لانه هذا ادرس تبع مين؟ تبع هذا تبع الاكسبشن تبع مين؟ اللي هو الاكسبشن. في التيبل التاليه مدي لك الاكسبشنز المختلفه والعناوين اللي هو تبعتها. طلع هنا مثلا قلنا اللي هو ادرس زيرو في اللي هي توب اوف الستاك ستاك بوينتر المين ستاك بوينتر بالتحديد. تمام وبعدين اللي هو الاكسبشن الثاني الريست. تمام وين الفيكتور تبعه موجود؟ ادرس كام؟ أربعة زي ما شفنا في الكود. وبعدين النون ماسكابل الثمانية والهارد فولت سي وكذا، اليوسج ميموري مانجمنت فولت ات 10، الباس فولت ات كذا، اليوسج فولت ات 18، ولا من اليوسج فولت ديفايد باي ايش؟ باي زيرو اوكي وكذا. تلاحظ انه الاكسبشن لها ارقام، الاكسبشن نمبر ايش؟ هذا 1 2 3 4 5 7 و10 ار ريزيرف، بعدين سوبرفايزر كول رقم 11 وهذا 12 اند سو اون. انتربتس العاديه في انتربتس غير الاكسبشن، الاكسبشن بيشتغل من الكود وهو شغال. تربس هذه سيجنالز خارجيه واخبار سواء جاء من التايمرز او مرات بتكون هي خارجيه سيجنال حقيقيه هاردوير سيجنال بنسميها انتربس، بنسميها ايش؟ انتربس. ارقامهم قد ايش؟ من 16 اند اباف. تمام البريود تبعتهم لهم اولويه، اعلاهم مين؟ اعلاهم الريست قد ايش؟ ماينس 3. كل ما قلت القيمه كل ما زادت البريود الاولويه. تمام وراهم مين؟ الماسكابل ايش؟ انتربس. وراء على طول هاردوير فولت وهدول بقاول تقدر تتحكم في الاولويه زي ما بدك تغيرها. كان بي ايش؟ البروجرامد. كان بي ايش؟ كان بي الايش اللي هو البروجرام اوكي. طيب ماشي نتكلم على الستاك بوينترز ولا في الكورتكس كم ستاك بوينتر؟ اثنين، المين ستاك والبروسيس ستاك بوينتر، والاثنين اسمهم في ار 13. فلما يكون الكود شغال وبقول مثلا وكاتب ايش بعرفوا اي منهم اي ار 13؟ هم كاردوير كم ريجستر؟ اثنين. كمسميات واخد بالك اللي هو ايش اسمك انت محمد؟ مصعب. انت مصعب؟ لا بدي اقول كم بدي كمان واحد محمد غير محمد. هاي محمدين كاردون مختلفين لكن ذا سيم ايش نيم مضبوط ولا لا؟ ذا سيم ايش اللي هو نيم مضبوط ولا لا؟ اوكي ذا سيم نيم. وش اللي بيحدد انا لما اقول مثلا ما طلع هيك بقول محمد قصدي انت، لكن لو هيك محمد انا قصدي صح ولا لا؟ مع انه اوكي. فهو تو ريسورس ار ايش؟ ار 13 وار كام؟ وار 13 تمام. ايش بيعرفوا في الكنترول؟ مش قلنا في 1 بت اسمه اي اس بي اكتيف ستاك بوينتر
اذا كان كذا بيكون مين، واذا القيمه الاخرى بيكون ايش؟ بيكون بروسس من البت هذاك. تمام اوكي ماشي. اللي هي بت رقم واحد. طيب لو انت لو الكود شغال كان ران اوبريتنج سيستم وشغال ككيرنل، يعني بيستخدم المفروض يستخدم المين ستاك بوينتر. تمام، والاكسبشن هذا برضه بيستخدم ايش؟ المين ستاك بوينتر، لكن الكود العادي الانبريفليج بيستخدم مين؟ اللي هو بوس ستاك بوينتر، بيكون شغال بالانبريفليج اللي هو ثريد مود. اوكي، وبالتالي عشان تو ستاكس مختلفين. وقلنا لما يكون بسيط بهذا بيفيد، يعني لو افترض انه البروسيس مثلا عملت شيء غلط وبتعمل اكزيت، طب من وين يطلع الستيت؟ يفضل السكته بعتها تقول لحالها خلص كلها مره واحده بترتمى، مظبوط ولا لا؟ مالهاش دعوه بالايش؟ بالمين ستاك بوينتر، بالمين ستاك، بالمين اللي هو ستاك. لكن لو انت فيش عندك اسم ما فيش يوزر، خلاص سنجل ابلكيشن تستخدم ايش؟ المين ستاك بوينتر، على اعتبار هو كل شيء، هو اليوزر وهو الاو اس وهو ايفري ثينج، بالزبط كاش تفصل جاست وان ايش تستخدم على المين، بتشتغل على مين؟ على المين اللي هو الستاك. اوكي ايوه، هلقيت هنفصل حاجه بيسموها البروسيسور اكسبشن سيكونس. تمام، كيف بيخش الاكسبشن وكيف بيطلع من اللي هو الاكسبشن. اوكي لازم نعرف كيف بالك. ماشي، نشوف كيف الانتري، شوف كيف ايش الانتري. لما بتكون انت بالكورتكس 4 ويجي لك اكسبشن ولك بعمل بوشنج في الستاك بالكرنت ستاك، كرنت ايش؟ ستاك. واذا الكرنت ولا بعرف من البت هذاك صح ولا لا؟ في بعمل بوشنج في الكرنت ستاك اوتوماتيكلي. مين اللي بعمل بوشنج، السوفت وير ولا الهاردوير؟ الاكسبشن هذا، الاكسبشن هاندلر ولا ايش؟ ولا ولا الهاردوير؟ ولا الهاردوير؟ قال لك لما اذا صار اكسبشن ايه داتا ووز اوتوماتيكلي بوشت اونتو ذا كارت ستاك، الهاردوير. الهاردوير انت برضو اثرت حاجه مهمه، بتلاحظ في الهاندلر تاع الاكسبشن هاندلر ما عادش بوشنج الا اي شيء. تمام، لكن هذا يعني لا يعني اللي انت بتقوله، هذا في 8 ووز حنشوفهم وار بوش اوتوماتيكلي، لكن اذا في وان تو بوش مور اذا بيلزم يو بوش مور في بدايه الهاندلر. طبيعي انه هنا يعني هنا في الهاندلر ما عملش بوشنج لاي شيء. تمام تمام، لكن في هنا 8 ووز ار بوش اوتوماتيكلي باي ايش؟ الهاردوير اول ما يصير اكسبشن. لكن if you want to push اللي هي R7 و R1 اللي هتشتغل عليهم ما لقيت هنا، تمام بتعمل بوشنج في الاول هنا، وطبيعي ويبوش الباقي وبوش ويستارت بوشنج كتير، وفي الاخر نعمل له ايش؟ بوب. لكن ثمانية اللي عملهم بوش باي هاردوير ار بوب باي ايش؟ باي هاردوير، باي ايش؟ باي هاردوير. اوكي تمام ماشي، فبيعمل بوشنج اوتوماتيكلي لايش؟ لثمانية ووز هنشوفهم اللي هم هالجيت. اوكي والحاجات اللي بيعملها شوك بيسميها ستاك فريم، بيتكون من ايش؟ من ار 0 ل ار 3 و ار 12 واللينك ريجستر والبروجرام كاونتر والستاتس ريجستر اللي هو هذا. تمام، اللي هي فيجر 5 15 4. اوكي هلا هذا كنا شفناه قبل كده، الاكس قصده الفريم هنا. شوف هنا مثلا، خلينا نكمل في في الاول هذا، لو في اليونت فيها فلوتنج بوينت تمام وانيبلد ستعمل بوش كمان للستاك فلوتنج بوينت ريجسترز. تمام اوكي، طبعا بوشنج ان ويتش اللي هو استاك قلنا فيه بيت بيحدد مش هيك ولا، لانه كان يا في المين اذا الكارنت مين، يا في البروسيس اذا الكارنت ايش البروسيس. تمام اوكي ماشي، يعني شوف هنا في الفيجر التالي هنا قال لك بيعمل بوشك في الاول لمين؟ بيعمل بوشك للار 0 لو هي الستاك از
واضح انه الستاك هنا از ايش؟ از ديسندنج ولا اسندنج؟ بيعمل بوشنج طبعا بيعمل بوشنج للريجسترز، ولا زال ملتزم بانه اللوست في اللوست ادرس، تمام ولا في اللوست ادرس؟ هو قبل اللي هو الاوريجينال، قبل الاكسبشن كان البوينتر هنا، كان البوينتر ايش؟ اللي هو هنا. اوكي، معناته واضح انه اللي هو ديسندنج اللي هو شغال اللي هي فول ديسندنج، فول ايش؟ ديسندنج. الاول بيعمل ديكريمنت وبعدين بيعمل ايش؟ بوش، حيث انه لسه في الاخر الار زيرو تحت خالص، يعني ستاك بوينتر في الاخر حيشاور هذا اللي هو بعد البوش تبع 8 وورز، ستاك بوينتر بيشاور وين؟ هنا. قلنا الستاك بوينتر بيكون 8 بايت ايش؟ كنا اللاين، هو الكونتكست بده هيك، تمام؟ هاي عمل بوش فعلا، طلع بوش لمين زي ما قال؟ ار 0 ار 1 ار 2 ار 3 تمام؟ ار 12 كويس، واللينك ليست 14 والريتيرن البي سي قصده والستيتس. طب خلينا نعدهم 8، هدول 4 5 6 7 8 فعلا، هدول ار بوش اوتوماتيكلي باي مين؟ الهاردوير. ولو انت الفوتو بوينت يونت از انيبل تبوشز برضه ايش؟ ريسز من صفر لغايه 15، وكمان الفوتو بوينت ستيت بوشز تبع الفوتو بوينت، بس في الك كنترول ريسز خاص فيها اتس بوش باي ايش؟ الهاردوير. ونفس الشيء هنا، بس فرق الفيجر هذا عن هذا، قال لك لو هو كان الستاك موتر 4 بايت الاين بيظبط لك اياه بالاول، واخد بالك؟ بينزل لهنا وريزيرف ريزيرف مش جاي، هو لسه زاد مش مشكله، وبيعمل بوش للباقي. لكن لو هو اصلا 8 بيت اوقات بيشتغل بالشكل هذا، تمام؟ اوكي، البوينت انه الكلام الفاليوز هدول ار بوشت باي ايش؟ باي ايش؟ باي هاردوير. If you want to push more, you push في بيت الروتين، بيت الهاندلر. لو تشتغل على شغلات سكراتش وتعمل لك كوربشن تخرب القيم اللي فيها، يو هاف في الاول ايش؟ تعمل لك بوش، شوكو ولا لكن don't worry about these values. هذول will be pushed and pushed by ايش؟ by hardware. by ايش؟ اللي هو الهاردوير. اوكي. ولا خلينا نرجع للكود تبع divide by zero single stepping. تمام؟ ولغايه ما توصل للبوينت اللي يحصل فيها divide by ايش؟ zero. وقال لك افتح الميموري ويندو. اوكي؟ افتح الميموري وقول تبعوها اللي هو ات هوم، بس احنا اقرا لك الكلام اللي هو هذا. اوكي، لقيت احنا الستاك بادي ات ادرس من الكود تبعنا ات ذيس ادرس. اوكي، والستاك فيها كم بايت؟ كم اللي هي 100 ان هكس، خلي بالك يعني ديسمال كم بايت؟ 256 اللي هو بايت. اوكي، وبالتالي هتلاحظ انه يبدا ستاكينج ات ادرس كم اللي هي، قلنا تلاحظ فعلا بدا اللي هي جمع الفاكين الكود ستاك سايز على بدايه الستاك، بيطلع اللي هي ذيس نمبر زائد 100، مش هيك ولا هيبدا ستاكينج من هنا. اذا ستاكينج طبعا هيبدا ستاكينج، يحط الار 0 والار 3 لغايه ار 3 و12 اللي هم ذاكرهم اللي هو عندك، بس هيبدا ستاكينج من كم؟ اللي هي مش من 100، من اف سي، من اف ايش؟ اللي هو سعال. في الاول بيعمل اللي هو شغال فل ديسندنج، يعني في الاول هيعمل انكريمنت وبعدين يبدا ايش؟ ستاكينج. طلعت هذا لو طرحت منه اربعه بدي لك ايش؟ اف سي، بدي لك ايش؟ بدي لك اف ايش؟ اف اللي هو سي، تمام؟ بدي لك اف اللي هو سي، تمام؟ اوكي ماشي. بس لقيت في شغله، ايوه هذا مهم لقيت. طبعا بقول لك بيعمل بوش للقيم هذه من الهاردوير، والهاردوير عمال بيقرا، بيعمل بوشنج بيقرا اللي كمان اللي هو ايش؟ الاكسبشن هاردر ادرس، مش العنوان تبعه من وين؟ من الفيكتور تيبل. الفيكتور ايش؟ من وين بيقرا؟ من اي ادرس؟ حسب عنوانه. اذا ايش فولت من ادرس 18، تمام؟ اذا ماسك هوم ادرس كذا، اذا انتربت ادرس كذا، زي من التيبل اللي شفناه، تمام؟ ولا من هناك بيقرا الادرس تبع مين؟ تبع اللي هو الادرس. ان اور كيس عنوان الفولت قلنا الادرس كان فعلا من التو، شفنا الادرس ايش؟ اللي هو 18. وبعدين شوف بيخزن الريجستر الهاردوير، تمام؟ بالي مهمه جدا بيسموه اكسبشن ريتيرن،
احطها في اي ريجستر؟ في اللينك ريجستر، وما سماهاش ريتيرن ادرس، ولو نستخدمها كانها ادرس. هقول لك لقيت ليش. بيخزن الهاردوير لما يجي له اكسبشن فاليو كم بت 32 في ريجستر في اللينك ريجستر، ايش اسمها؟ اكسبشن ريتير. اوكي، هذه الفاليو فيها معلومات عن اللي هو قبل ما يجي له ايش الاكسبشن، ايش كان الاستاك اللي كان شغال عليها، تمام، والمود اللي كان فيه قبل ما يجي الاكسبشن، عشان لما يرجع يعرف يرجع على الاستاك، لو الاستاك اللي كان شغال عليها وللايش وللمود اللي كان شغال عليه. وفي التابل الثاني بدي لك الفالوز المختلفه تبعت اللي هو الاكسبشن اللي هو ريتيرن. طلع التابل هذا. اوكي، هذا ام 4 وذ فلوتنج بوينت، هذا في فلوتنج بوينت يونت. لو اجى له اكسبشن ال ار ايش بحط فيه القيمه كم؟ هذا. هلا لو في فلوتنج بوينت، تمام، لو في ايش الفلوتنج اللي هو يعني لو هو قصده، لو كان بالهاردر مود كان مستخدم المين ستاك اللي هي المين ستاك، بيحط في ال ار ذس فاليو عشان لما يرجع يرجع لمين؟ للهاردر مود اند ايش تو ذس ايش ذس اللي هو الستاك. اوكي، لو هو كان شغال ايش اللي هي بالفلوتنج بوينت، تمام، وبالثريد مود ويوزنج المين ستاك بوينتر، ساعتها ايش بيحط في الريجستر في اللينك ريجستر؟ ريتيرن الاكسبشن ريتيرن بتكون ذس فاليو. لكن لو كان ثريد وبروسيس وفلوتنج بوينت بيكون ذس فاليو. وكذا ايش لو كان نان فلو، ايش لو نان فلوتنج. اوكي، لو نان ايش اللي هو فلوتنج، لانك لو ترجع للمانيوالز البيتس الاولانيه في سم بت مسؤول عن المود وفي بت عن الستاك بوينتر وبيفصل الكلام هذا. اوكي، ماشي الحال. بيحطها وين القيمه هذه؟ في اللينك، في اللينك ريجستر، في اللينك ايش اللي هو ريجستر. طيب حطها في اللينك اللي هو ريجستر، تمام، حطها في اللينك ريجستر، بحيث انه انت في الاكزيت، في الاكزيت كيف بترجع بالكورتكس 4؟ في الاكزيت بتستخدم يوجوالي يوز البي اكس ال ار او لود ار البي سي وال ار، تمام. بروح البي اكس، لو استخدمت البي اكس مثلا بتروح بتطلع على ال ار بتلاقيه القيمه هذه او هذه او هذه، بتطلع عليها بقول طب يا عمي هذه ادرس، هي هذه قيمه صحيحه بس مش ادرس، بس مش ادرس. بدليل حتى لو رحت لشابتر 4 ارجع للميموري ماب تبعت الكورتكس 4 هتلاقي الرينج هذا كاتب له عليه ريزيرفد، اللي انا بتعامل معاه مع معامله خاص، تمام. روح الهاردوير لما تقول له بي اكس ال ار، اذا لقى في احد القيم هذا بقول اه معناته انا كنت جاي ايش؟ كنت في اكسبشن، كنت في ايش؟ بيبدا حاجه بيسموها اللي هو اكسبشن تريجرنج ريتيرن او اكزيت، بيعمل تريجرنج لاكسبشن ايش؟ ريتيرن، بيبدا السيكونس تبع الاكسبشن ايش؟ اللي هو ريتيرن. اوكي، ايش السيكونس؟ السيكونس انه بيعمل بوب للقيم اللي عملها بوش كلها في الستاك، اللي عملها ايش؟ بوش، اللي هم هذول الستاك فريم اللي هو هذا، سواء لغايه هنا او لغايه هنا بيعملها بوب بيرجع، تمام. ومنها وبرضه من القيمه اللي ار بيعرف لاي مود يرجع او لاي ام اس باي ام اس بي يرجع، واضح؟ بتعامل معها معامله خاصه، معامله ايش؟ خاصه. بلاقيها قيمه مش ان يوجوال فاليو، صح يا البيت واخد بالك، بس يا عمي انا في اصلا ما تبعت الكودكس فور الادرس هذا بيستخدمه غير مستخدم ريزيرف، ولا معناته كان في ايش؟ اكسبشن، معناته بيعمل بوب لكم فاليو؟ للفاليو اللي عملهم بوش سواء 8 او اكثر، بيرجعهم للريل زي ما كان، وبيرجع اللي هو المود زي ما كان،
تمام، سواء هاندلر او ايش او هو ثريد، وبرجع ايش الام اس بي زي ما كان. البت بتاع الكنترول يعني بيخليه بزيرو يا بواحد حسب مكان. واضح؟ من وين هذا كله بيجيها؟ من الفاليو هذه. تمام؟ هتلاقي في هنا في كم من بت للاغراض هذه، في 1 بت للمود و1 بت للام اس بي وفي الاغراض ثانيه كمان. يبقى ارجع للريفرنس مانيوال تبعت ايش؟ تبعت الكوتكس فور اكسبشن بالتحقيق، في تفصيل كثير كثير على فكره. لو هذا الشابتر جيب لك اياه ايش اللي هو على اللي هو السريع. هذا الاكزت اللي هو السيكونس اللي بيصير. تمام؟ اوكي ماشي. خلينا برضه نمشي يعني معنا وقت. اوكي. بالفيرجن 7 ومنها الكورتكس 4 بقول لك الاكسبشن تايز ار بروجرامبل فعلا، الريست والام اي والتايز الاساسيه نان بروجرامبل مش هيك ولا؟ لكن اللي بعد كده ار ايش؟ ممكن اللي هو برمجتها. ولا اعلاهم مين؟ اللي هو الريست ماينس ايش؟ اللي هو 3. اوكي. عنده انواع عديده من الاكسبشن، عنده الريست والنون ماسكابل والهارد فولت والميموري مانجمنت فولت والباس فولت وشغلات كثير وانتربت اللي هي هذول بالتحديد حتكلم عليهم سيستم تك والانتربت في الامبيدد حنفصل فيهم كثير، لذلك لقيتها مش هشرح فيهم لانه مدي لك هنا زي ما تقول اللي هي زهره من بستان. واخد بالك؟ اي نعم. فلكن الامبيدد حنفصلهم كثير كثير لانه في كورس كثير كبير على الموضوع هذا. اوكي. زي ما قلنا الكورتكس 4 يا ابو صبحه قلت انتم مش انتم تبعون اللي هو البهارات وتبعون الدقه والحاجات هذه واحد ثاني خلي بالك تبع البهارات لقيت مليونيريه صاروا ما اشوف مثلا اللي هو هنيه ايش صار ما شاء الله مظبوط ولا ابو صبحه كمان ما شاء الله مشت معك كمان لعلمك ولا لا مش لقيت فيه رز ومش عارف ايش وكذا وحاجات كثيره اوكي وحاجات وبعمل كمان مكسرات وايش ولا لا ولا ابو صبحه مظبوط كيف؟ صبحه هذاك صبحه؟ اه صبحه اه انت صبحه اه هذاك صبحه وانت صبحه مش مشكله فرقت اللي هو حرف مش مشكله يعني في الاخر المصدر واحد يعني كلها من الصباح مش هيك ولا؟ كيف؟ اولاد عم بيطلعوا اه يعني كان يعني فعلا اسمين قراب من بعض كثير فلازم يكون في قرابه في الاخر. اوكي ماشي. ف اللي قلنا الفيكتور تايم موجوده وين؟ بدا من ادرس زيرو. ضروري يكون ادرس زيرو يكون موجود يكون في روم او فلاش مش رام يعني ما يكونش رام. مظبوط ولا لا؟ ليش؟ لانه المفروض لما يعمل لانه انت بتبرمجه وبتثبت الادرس هذا يكون موجود عشان الصعب يكون موجود. يعرف يعرف وين يروح مظبوط ولا اي نعم اوكي عشان يعرف يقرا الانشال ستاك بوينتر ويبدا يشتغل تمام اوكي ماشي في الريست ايش اللي بيحط في العاده في الريست هاندلر بقى مثلا بيعمل انيبل الفلوتنج بوينت يونت انيشلايز للميموري سيستم انيشلايز للستاك بوينت انيشلايز للمين ستاك وال يعني ممكن لو هو مش حابب القيمه اللي هناك يغيرها على فكره لو بده يعني هو بيربي ريست الستاك بوينتر از لا سوري باي ريست بيروح لاربعه الجيت اللي هو بيروح قاري الستاك هاندلر القيمه اللي في الستاك بوينتر اللي هناك بيحطها وين؟ اللي في الزيرو بيحطها في المين ستاك اللي هو بوينتر لكن لو بده قيمه اخرى بقول لك ات كان دو انشاليز الانبوت اوت بوت ديفايسز البريفرز زي ما حنشوف الامبيدد والكلوكس في بكون كلوك او اكثر بدها برمجه برضه بنبدا حنشوفها بنبل اكسبشن تايمز برضه بنشوف تبعت التايمرز والانتربس على الاقل بنشوفها في الامبيدد تمام يعني بيعمل شغلات اللي هو كثير هذا كله بنعمل وين؟ في الهاندلر تبع مين؟ اللي هو الريسيف زي ما عملنا قبل شوي وي انبل اليوسج فولز وديفايد باي زيرو والشغلات هذه يو انبل اي شيء بدك اياه وين؟ لا بس خلي بالك يو انبل اللي بدك اياه الديفولت لما بريسيت كل شيء في الاول بيكون كله ايش؟ ديسيبل وينيبل بس اللي بدك اياه اللي بيلزم للابلكيشن ليش؟ السؤال لانه يعني بتكون زي كانك بتهدر الموارد ايوه بهدر الموارد ليش بهدر الموارد؟ من اي باب؟ لانه انت بدك اول شغله بدك تكتب كود عشان تعمل له هي هذا
لا 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 مش لا مش قضية مش ماشي يعني ماشي عشان اعمل انيبل مثلا زي ما عمل ماس برانش تو بي او ممكن الكود جاست تو ريتيرن فبتغلب شوية بس مش هذا المين هذا غير هيك لما يصير في عندك يعني اكسبشن مظبوط كلام اسمي لو بدك تعمل انيبل يو هاف تو راد سم كود على الاقل يرجع ما يعملش ولا شيء لا لما يصير اكسبشن بده يصير يدور في كمية اكبر من الحاجات يعني من الهاندلرز اللي بده يروح عليها. طيب مين اللي ليش بيعملوا الديسيبل اللي بدكش اياه؟ لانه اي يونت عملها ديسيبل ساعتها ما بتستهلكش باور از اوف. لو انت انيبل شغلت الكلوك تبعت شغلت ايفري ثينج فيها بلاك بياخد باور بياخد ايش؟ باور. مين اللي عشان الباور الكونسامشن بالذات للهاند ديفايسز زي اللاب زي الاجهزه التابلتس والسمارت فونز والحاجات هذه. فالبارتس اللي بدك اياها يو ديسيبل ذيم كومبليتلي عشان ما تسلكش اي باور بالك عملت انيبلنج وبالك تسلك باور زي ما قال بدك تكتب هاندلر كل واحد حتى لو صغير بالك فانت اللي بدك اياها ديسيبل هذا كله وين بنعمل؟ في الريست اللي هو هاندلر وين جاي لك في البريوريتي بعد الريست مين؟ ان انماسكابل تمام؟ ان انماسكابل اوكي هذا كانت بماست بعد ريست اقوى منه ريست ايش اعلى اللي هو منه تمام اوكي والديباجر لو ديباجر اللي هي هولتد لو بروسيسور از هولتد لو في الديباجر كان شغال وعامل له هولت للسي بي يو ساعتها وفي نان ماسك اوت بيستجيبش لمين؟ لنان ماسك اوت لو كنت في ديباجينج مود والديباجر عمل هولتنج للسي بي يو وجا ان ام اي ساعتها it will not ايش اللي هو respond اوكي okay. اوكي okay. otherwise it will respond اوكي okay. هذا non maskable وبعدين قايل لك حتى اللي مع انه ال NMI can be triggered by both hardware and software hardware قصده في signal خارجية signal براني ممكن you activate it يدي لك non maskable طلب وممكن by ايش باي لان ان ماسكو تروح للتراب كونتر ستيت ريستار فتلاقي في 1 بت عملت له ست بيدي لك تراب باي سوفت وير بيدي لك ايش اللي هو التراب لكن يوجوالي بيكون قصدي انه يكون هاردوير ايش نان ماسكو يعني سيجنال خارجي يعني مالك نان ماسكو لا ايش يستخدم ماسكو للتراب بالعاده يستخدم للديساسترز مثلا سيجنال جاي مثلا من سنسور انه في حريق في اسعاف في كذا في شيء شغلات الان نان ماسكو نان ايش نان ما لا يمكن يعني تغطيته او يعني هذا اوكي في اللي هو السيبشن الثاني اللي بعد كده في الهاردوير فولت هذا لما السي بي يو البوس يشوف سمثينج ايش غلط بدي لك امثله عليها واخد بالك يعني مثلا تكون اليوسج فولت از ديسيبل ايوه قلت لكم يا قبل كده يعني في الكود اللي فات لو اليوسج فولت از ديسيبل تمام وقسمت على زيرو مش هيدي لك ديفايد باي زيرو اكسبشن بالك لا هيدي لك فولت اكسبشن يعني هذه فوق بقول لك يعني انت اساسا انت عمال يو ار ديسيبل جلوس فولت وفي ديفايد باي زيرو مش عامل حساب عشان ينبهك يقول لك طلع في الاول روح عدل مش انيبل اليوسج اللي هو فولت تمام وبرضه متى ممكن يحصل اللي هي هارد فولت ولو انت حاولت ما تعمل اكسس لشيء تمام مش مسموح لك وانت في الابريفليج مود زي مثلا حاولت تكتب اللي هي سم فاليو للريسورس تبعت الان هذول لو انت بالابريفليج يو كانت رايت تو ذيس ريسورس هل كنت ريسورس النان ماسكبل النستد فيكتور انتربت كنترول ريسورس هذول يو كان رايت تو ذيم وانت وين في البريفليج تمام بالبريفليج فلو حاولت تعمل اكسس وانت اندر بريفليج ساعتها بدي لك ايش بدي لك لا هذا هارد ايش هارد فبدي لك اكسبشن هارد ايش اللي هو فولت الميموري مانجمنت فولت من برضه من الاكسبشنز اللي الميموري مانجمنت اللي هي فولت هذا متى بتصير لو تحاول تعمل اكسس لاريا ان اكسسبل انت شغال في مود في مناطق اكسسبل يسوي لك مناطق ارات ايش اكسسبل ساعتها بدي لك ايش بدي لك الميموري مانجمنت اللي هو فولت او مثلا مناطق ار نوت ديفايند ريزيرف تعرف لو طلع الميموري سبيس الميموري ماب مش كل المناطق معرفه صح ولا لا في بعضها ريزيرف ارجع للتيبل في الشابتر 4 في بعضها ريزيرف لو عملت تعمل اكسس لاي شيء سواء ريد او رايت لمنطقه مش موجوده بدي بعته بدي لك ميموري مانجمنت فولت تمام ولا اوكي ماشي الحال
شوف مثلا طبعا بعض الفكره تبع انيبل او ديسيبل زي ما بدك، ايفري ثينج كان بينيبل او ايش او ديسيبل. طلع تيبل اللي هو 15 3، نشوف ايش 15 3. اي مثلا احمدي لك بعض الشغلات، اوكي. يعني هنا مثلا في ريجستر اسمه مانجمنت بورت ريجستر، مكون من كم بت؟ اي زي ما شايف يا مصعب، اي بعمل كنت عارف ليش عمل لود هاي. مش كل ريجستر 32، في بعضها بيكون اقل من ايش. هذا كم بت ريجستر مثلا؟ 7 بت. 7 ايش؟ 7 بت. 8 بت، ايوه 8 بت، من زيرو لغايه ايش؟ اللي هو 7. البت هذا تمام كلهم اتريسات بيكونوا صفار، تمام. وحتى في هذا 5 و6 و2 ارنات ايش؟ ارنات يوزد اصلا كمان، اوكي. لو حصل instruction access violation البيت هذا بصير active، لو data violation بصير active، وكذا بالنسبة لمين؟ لو stacking error لو something، واخد بالك؟ كلها بدك لقيت meaning تبعها ارجع لمين؟ للريفرنس ايش؟ manual في الكيب بتلاقي. يعني قصنا انه هنا في المقام الشابتر هذا انه كل fault لها ريس تبعتها، بتعرف نوع ايش اللي هو الفولت، نوع ايش؟ وتلاقي لها 6 كنترول ريسر بتقرا كل بيت مسؤول عن ايش؟ عن something، عن سم اسبيكت، ناحيه معينه بتعرف ايش اللي صار اللي هو اكزاكتلي تمام، اوكي. وكل اللي هو واحد من فولت اذا بدك تشغله بدك تعمل انيبلنج، تمام. شوف ايش وين ريسيرت مع انيبلنج، البت تبعتها مع انيبل خليها ب 1 او 0 حسب ما بدها. وونس عملت انيبل يو هاف تو رايت الايش هذا تاو، يو هاف تو رايت ايش هذا. لكن فيهم كلهم اكسبشن سيكونس زي ما شفنا كده، كيف بيخش بيعمل بوش للشغلات اللي شفناها، بيحط في الار الاكسبشن سيكونس، الاكسبشن ايش اللي هو بيحط الاكسبشن ريتيرن، وطبعا ما سمعهاش ريتيرن ادرس، تمام، لان هي مش ادرس، تمام. بتعامل معها معامله ايش اللي هو خاص، مظبوط ولا لا؟ اوكي ماشي تمام. في كمان اللي هي الباص اللي هو اكسبشنز، تمام، باص اللي هو اكسبشنز، اوكي. برضو الباص ممكن تعمل فولس، لقيت بيكون في عندك السي بي يو وفي عندك ايش اللي الرام وعندك البريفرنس، ايش البريفرنس قصده؟ التايمرز، الانالوج كونفرترز، الكلوك، الشغلات العديده هذه، ومربوطه بالسي بي يو بايش؟ بالباص. مرات بيحاول لما يقرا او يكتب فاليو بيصير غلط في نفس الباص، تمام، بيصير غلط في نفس ايش اللي هو الباص. يعني فاكرين في اركتكشر مثلا لما شرح لك اركتكشر لما عملنا الهامينج كود، لما بيحط الرام مثلا اذا الوورد مثلا 8 بت بيحط كمان بتس زياده 4 بتس او كذا وبيحسبهم عشان لما يجي يقرا بيحسب الهامينج كود كمان مره بيقارنه باللي قريه، تمام. اذا اللي قريه مش هو اللي حسبه الداتا مش هو اللي قريه، معناته بيغلط في الداتا، فاكرين؟ مظبوط. بعدها بيعرف انه في غلط، يا غلط في الباص او في المهم في سمثينج في رونج في الباص، يا في الرام تشيب او نفس الباص في شيء مقطوع مكسور شيء شورتد. مش فاكرين لما عمل جيشن للهامينج بيتس؟ مظبوط ولا لا؟ عملوا ديزاين وكنت جبت لكم عليه مساله في الامتحان، واخد بالك؟ منها بيعرف انه في غلط ايش؟ هذه احدى طرق انه يعرف في غلط في الباص او ما فيش غلط، تمام. او بعت السي بي يو مثلا لسم اللي هو السي بي يو لسم بريفرال تايمر او اكبر سم سيجنال على الباص ومستني منه اكنولج يقول له او لا او كذا، ولكن ما وصلتش بيعرف انه ايش انه في الباص في غلط، فبدي فولت بدي في الحاله هذه ايش فولت، بروح الاكسبشن تبع هذا تبع الفولت هذا بيشتغل، اوكي ماشي الحال. اليوسج فولت اخذنا مثال عليها زي ديفايد باي ايش باي زيرو، تمام. تراك سويتش بوشر تو ذا ارم ستيت، لو انت في لو انت في تلاحظ بالارم العادي بيشتغل بوست تيست بيشتغل بالارم بيشتغل بالثم، تمام، لكن الكورتكس بس بالثم، تمام. ولو انت بالكورتكس وحتقلب بالارم ساعتها بدي لك اكسبشن يوسج ايش ايش نوع يوسج اللي هو فولت. وين بعرف برضه برجع للريستر اللي حملناه يوسف فولت ريستر،
في بتله الديفايد بزيرو وفي بتله كذا، كل شيء ليش من هناك بتعرف نوع الفولت اللي هو اللي صار. هاي ايوه هاي هاي هنا شوف هنا في يوسج فولت ريستار، ايوه كم بت عندك زيرو، ايوه هاي جوابك على السؤال. كان كنا لود هاف، لود هاف فعلا طلع اقل من ايش، حتى اقل من لكن هنا 10 بت، فبنفعش مع لود بايت صح ولا لا، فبده لود ايش، بده لود الهاف. هذا ما تشايف بت هذا على ديفايد باي زيرو، وبت هذا للالايند اللي هو اكسس ان الايند اكسس، تمام تمام. و البت هذا مثلا لو حملت تعمل تنفيذ الانستراكشن هذا عباره عن كوبوس انستراكشن، البت هذا بيصير 1 وكذا، كل شيء اللي هو له البت اللي هو تبعه. اوكي طيب، والله احنا ممكن نخلص اليوم قد ايش الساعه؟ ساعة وربع. طيب ماشي، خلي احنا لغايه وين وقفنا لقيت معناته؟ لعند ليش اللي هي يعني لغايه هنا، لغايه تيبل اللي هي 15/4. وين 15/4 اللي هذه اللي فاتت؟ ايوه هذه مظبوط. والمره الجايه بنبدا من لا خلينا نشوف هذه، نشوف هذه بالمره، والمره الجايه بنكمل ماشي الحال. المره الجايه معنا وقت، والمره الجايه ان شاء الله هنخش في الشابتر 18 اللي هو كيف اللي هي تستدعي اسمبلي من السي وسي من الاسمبلي والكلام هذا لو احتاجه ان شاء الله. ماشي معنا وقت لسه ان شاء الله باذن الله. اكتب وطلع ورقه واسمك بسرعه ماشي.